المترشح اللي رايحين نفوتوا عليه ان شاء الله يقدم لنا الخير للبلاد ويعاون الشباب، وان شاء الله تكون مشاريع تنمويه سيرتو عندنا احنا هنا في الجنوب، وان شاء الله يكون عنده وعده بالالتزامات اللي قالها في الحمله نتاعو، يكون ان شاء الله يوفي بها لهذا المجتمع هذا. نطلبوا من المترشح تاعنا ان شاء الله اللي يفوز احنا ماذا بينا يخدم الوطن ويخدم الشعب تاعو، ونتمنوا منه اللي يقول لنا يوفي بها، هذا واش نتمنوا منه. ان شاء الله ماذا بينا كاع نطلبوا من المواطنين باش يروحوا لصندوق الاقتراع يفوتوا على اللي يعجبهم، وان شاء الله نتمنوا للبلاد تاعنا باش ان شاء الله تصدرها، وان شاء الله تكون عهده ان شاء الله مليحه وللامام. نضروا حاجه تكون ايجابيه ويكمل في مشوار مليح ويطلع من الاقتصاد تاع البلاد. ان شاء الله يلتزم بالوعود تاعو. انا متمني غير الازدهار للجزائر، وان شاء الله تكون احسن دوله. شخصيه يعني اللي رانا نحوسوا ان شاء الله نزكوها وتكون يعني في مستوى المطلوب تاع الشعب الجزائري، انه تراعي بقدر الامكان القدره الشرائيه. مترشح من هذو الثلاثه يقودنا الدولة تاعنا كما ينبغي، كما الدول، احنا ما نقولوش كما الدول الأوروبية، سيدي غير العربية اللي متقدمين خير منا شوية. يضمن لنا الأمان ويضمن لنا الغذاء الذاتي هذا تاع البحال، تعود كل شيء موفر الحمد لله، ورخاف الأسعار والاستقرار، واللي ينجح الله الصندوق بيناتنا، اللي ينجح الله يعاون.